متواجد في المستشفى الأندونيسي منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. لم أخذ المريض ولم أخذ المصاب ولم أخذ المنازح، وعاهدت الله أن أكون آخر الخارجين من هذا المستشفى. يعطيك العافية دكتور. انفجر الباب الشمالي، تم تفجيره بشكل كامل، وأصبح طائرة الكواد كابتر تتجول في المستشفى ويطلب منا رفع أيدينا ونكون بشيء واضحين لجميع هذه الطائرات المتواجدة في الطابق الأرضي. وأقسم بالله رعب لم نعشه قبل ذلك. بعد ذلك انسحبوا من المكان.